بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السادس من الفصل الثامن لمقرر هندسة البرمجيات في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه سوفت وير أو صيانة السوفت وير بنقول سوفت وير صيانة السوفت وير إيه المقصود بكلمة صيانة صيانة السوفت وير يا جماعة المقصود بها إن لما يكون عندك البرنامج بيستخدم من قبل اليوزر او قبل المستخدم ساعات في بعض الاحيان اليوزر بيطلب تعديلات ولكن التعديلات ديت ما بتبقاش تعديلات جوهريه يعني ما بتبقاش في الاركتكشر الكامل للنظام بتبقى في اجزاء بسيطه جدا منه في في الحاله دي بنقول عليها ايه مينتيننس صيانه تمام طبعا البرنامج بي بيعيد صيانته مره ثانيه المطور اللي هو صمم وطور البرنامج وعمل له امبلمنتيشن وبيعيد الصيانه ثانيه بيشوف ايه الاخطاء اللي كانت موجوده ايه طلبات المستخدم ويبدا يرجعه تاني لمين؟ للمستخدم. طيب ممكن التغيرات اللي بتحدث ديت في البرنامج ومرحله الصيانه تشمل مرحله تعديل كومبوننتس او اضافه كومبوننتس جديده. طب نشوف الكلام ده مع بعض بنقول modifying a program after it has been put in use يعني احنا بنعدل البرنامج بعد استخدامه. ومعنى كلمه maintenance بيقول لك ايه maintenance doesn't normally involve major changes مش معناه ان احنا بنعمل تعديلات جوهريه او كتيرة to the systems architecture طب وايه كمان؟ بيقول لك changes are implemented by modifying existing components يعني ممكن نعدل components موجوده او نضيف components جديده نيو components طيب نشوف مع بعض بقى انواع الصيانه types of maintenance بيقول لك عندك ثلاث انواع من الصيانه أول نوع إن يكون عندك أخطاء وبتعمل صيانة عشان تصلح الأخطاء ديت، دي أول نوع. طب تاني نوع بيقول لو أنت بقى إيه؟ لو أنت هتغير البيئة بتاعته السوفت وير يعني كانت على جهاز بمواصفات معينة هتنقله على أجهزة تانية بمواصفات أخرى. في الحالة دي بنقول إيه؟ إن إحنا غيرنا الإنفايرومنت للأوبريتنج اللي إيه؟ اللي طريقة عمل البرنامج، يعني غيرنا البيئة بتاعة البرنامج. زي مثلا حطيته على كمبيوتر تاني، سيرفر تاني، أجهزة تانية. دي معناها ايه؟ اه معناها تغير في بيئه البرنامج. طيب ممكن يكون التغير نتيجه ان احنا عايزين نضيف وظيفه جديده للبرنامج. طب نشوف مع بعض كده رقم واحد مينتيننس تو ريبير سوفت وير اه احنا بنعمل صيانه عشان ايه؟ نعالج الاخطاء اللي كانت موجوده. طيب رقم اثنين Maintenance to adapt software to a different operating environment زي ما اتفقنا مع بعض دلوقتي ان احنا بنحاول نكيفه او نهيئه يشتغل على بيئه اخرى. رقم ثلاثة Maintenance to add or modify systems functionality لما يكون عايزين نضيف وظيفة جديدة من وظائف النظام. تعالوا نشوف شكل يا جماعة بيوضح نسبة حدوث كل خطأ قد إيه أو نسبة حدوث التعداد نتيجة وجود هذه الإيه هذه الحالات يعني لو عادة عادة لما بيحصل تشينجز لما يكون عايزين نزود فانكشن جديدة أو فانكشناليتي جديدة بيبقى بنسبة 65% والتعديلات اللي بتحدث نتيجة وجود أخطاء عادة ما بتبقى بنسبة 17% فولت ريبير طيب لو تعديلات لو إحنا حابين نغير بيئة النظام او البيئه الموجود عليها النظام ده بياخد نسبه 18% الشكل ده يا جماعه بيبين ديستريبيوشن التوزيع توزيع نسبه التعديلات في كل حاله في حاله لما يكون هنزود فانكشن جديده احنا اتفقنا 65% في حاله لما نكون بنعالج اخطاء عاده ما النسبه بتبقى 17% واضح ان ايه في الانفيرومنت هتبقى النسبه البقيه اللي هي كام 18% مش شكل يا جماعه واضح ايه كمان واضح ان اكثر اقصى نسبه واكبر نسبه لحدوث مينتيننس هي هي نسبه انك انت عايز تضيف وظيفه جديده اللي هي 65% السلام عليكم ورحمه الله وبركاته